عندنا السلاليه. حنا عندنا الجيش ظاهر شريف ديال زعما القريب ولا من البعيد ومحرومين من شواهد التصرف ومحرومين من والناس اللي ما كانوش في المقاومه هما اللي محسين دابا في الجريده الرسميه مطعون فيها عده مرات وطلعت في الناس اللي عصبها زور وزير الدفاع اخي كاسبريس هذا الظلم اللي كنعيشوه في اراضي الجيش اراضي الجيش مسلمة لوالدنا في 1950 كانت تفاجئ واحد السيد القائد الملحقه الاداريه اشك زور اللي هو ضابط شرطه وكانوا جهاد النداء بالخصوص الاستاذ الحموشي الله يجزيه بخير يفتح تحقيق يفتح تحقيق فالتظلم اللي عايش مع هذا القائد هذا دار لي عمل المترامي في 2020 8/1/2020 درنا شكايات لجلاله الملك الله ينصرو والوزير العدل والوزير الداخليه وتجاوبنا وجات لجنه التحقيق تيدير لي بلي انا مقسم مباني ما مقسم القومه مقسم مباني نهار الحد في شهر 10 شحال نهار الحد تجي السيد القائد نهار 26 نهار 24 شهر 10 2021 وتيجي معاه القوى المساعده وتيجي معاه رجال الامن وتيجي تيقول لي بلي انا مترامي ثاني نفس المشكل اللي كرر معايا من الاول فاش خرجت اللجنه الله يجزيهم بخير تيقول لي بلي انا مترامي وبغي يخرجني من محلي والمحل ديالي انا ما لا علاقه ليا بالجموع تيقول لي انا جموع سلاليه لا علاقه لنا هنا بالجموع السلاليه لا من القريب ولا من البعيد عندما يثبت والواتا يقول لهم راه غادي يكونوا في التسجيل وتيصيفط وقبض لي العساس العساس شد غير التليفون ديالو تلاح عليه طلع للستافيت راه دين على كارت ديالو باقي الدروب وتيهددنا بالله هو ضابط الشرطه ضابط الشرطه ما فيهش المواصفات ديال ضابط الشرطه حتى ولا واش فيه الضابط ديال ضابط الشرطه وتنو جهاد نتا الاستاذ الحموشي الله يجزيه بخير باش يفتح لي تحقيق مع هذا السيد القائد واش وارث معايا او بني معاه شي مشكل كنطلب منه باش يفتح تحقيق مع هذا القائد فهاد المشكل غير كل مره تيجي لي انا ما معدي عليه ما وصلوا ما حرمنا من شواهد اداريه تنمشي لشهاده اداريه ما تعطيهاش ليا والوراق كلشي راه تيثبتوا بلا حنا من 1900 قبل بوزوغ الدخول الفرنسي للمغرب في 1912 حنا قبل منه والدينا والوالد مقاوم من المقاومه علاش دايرين حنا هكا وتنجهد من جلاله الملك حتى هو الله ينصرو باش ياخذ هذا المشكل بعين الاعتبار وتنحيي الاستاذ مولاي حسن الداكي النيابه العامه باش تفتح تحقيق حتى هي في هذا المشكل ديال مع الجامعه السلاليه انا العلاقه ديالي بالجامعه السلاليه تيقول لنا تيجينا هذا القيد بالصفه ديال صبغه الارض السلاليه حنا ما عندناش سلاليه حنا عندنا الجيش بظاهر شريف ديال صاحب الجلاله الله ينصرو 1950 باش مسلمه الارض لوالدينا حنا لا علاقه لنا بالجموع ودايرين واحد العصابه هكا تنتحمل مسؤوليتي جمعنا ليها 500 توقيع باش يحيدوا لنا هاد الناس تاع اللجنه النيابيه ودايرينهم لنا ما بغوش يحيدوا لنا هاد الناس على حقاش قاعدين تيقذروا لنا في الاراضي ديالنا باسم الجموع حنا لا علاقه لنا بالجموع لا من القريب ولا من البعيد ومحرومين من شواهد التصرف محرومين من كل ازمته تبدا حتى الماء بدا تيقطعوا عندنا دابا الماء 300 هذه الماء مخلصين في الدين ما تيقطعوش الماء باش يبزنا ونكروا بنا والناس اللي ما كانوش في المقاومه راه هما اللي محسين دابا في الجريده الرسميه مطعون فيها عده مرات وطلعت في الناس اللي عصاوها زور وزير الداخليه من هذا الشباري الا طلع عليه وكان في راسو راه هذاك تيتحمل مسؤوليته حنا ما عندناش الجموع حنا عندنا الجيش عندنا اراضي الجيش مسلمها لنا جلاله المغفور له محمد الخامس في 1950 بظاهر شريف جيش اشك الجور كل هو محسوب جيش اشك الجور وقلبوا ليه استبغى ردوه الجماعات السلاليه جيش اشك الجور علاش ما يكون غير اما الجيش ولا يكون اسميتو حنا عندنا في الظواهر الجيش وتحياتي للسي عبد النبوي على الثقه المولويه اللي دار فيه صاحب الجلاله الله ينصرو النيابه العامه باش يفتح بحث في هذا الموضوع هذا مع العصابه هذه اللي انا تحسبها عصابه تزوير واستعمار التزوير وتدليس الحقائق وجات اللجنه من الرباط من الاول الله يجزيهم بخير داروا الاحصاء ديالهم الخاني ما مجهز ما مقسم وتيجي اليوم القايد نهار 24 10 تيقول لي بلي ثاني مجهز ومقسم وتيهددني باش غادي نفرغ بالقوه من هنا من الارض ديالي اللي هي الارض ديالي انا الديبوات ديالي راه عرفهم السلطه لا من البوليس ولا من كل شيء وجاب لي البوليس هنا وسميتو الله يجزيهم بخير الله يجزيهم بخير جاو دوك الناس لقاو داك الشيء انا ما جديد ما مقسم السلعه ديالي تنستوكي غير السلعه انا ما تنصنعش ها هو شوف واش كنصنع اسميتو دا الناس اللي كيصنعوا راه دايرين خاص تاعهم تيخلطوا القدامه ديالهم انا كنستوكي غير السلعه السلعه ما لقيتش فين نحط السلعه ديال الجلي وكنخلصوا ضرائب وتحياتي للسي عبد النبوي والسي عبد اللطيف الحموشي يفتح لي تحقيق في هذا الشيء الله يجزيك بخير لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه